عامل رجلي لعند ايدي والايد الداخليه اللي هي جنب الرجل تطلع لبرا وبتطلع عليه. هلا كل ما كان عنده الواحد مرونه مفصل الحوض احسن، كل ما كان ينزل بكوع على الارض اكثر. ما قدرت تنزل بكوعك على الارض، بس بلمس الارض بايدي وبفتح على الاقل. هذا من التمارين اللي كثير مهمه، بيحكوا له greatest stretch of the all time، يعني بيشغل لك كل الجسم مع بعض. اذا انت عندك بس 3 دقائق تعمل فيها ستريتش، اشتغل على هذا اول شيء، لانه هذا بيشغل الظهر والكتف والبطن والرجلين، كل شيء مع بعض. هذا تمرين السوبرمان، بشد عضلات الاقدام والرجلين وارفع اجري وبرفع كتفي وصدري عن الارض. هلا التمرين السهل انه يكون كوعي جنبي وايدي مفتوحين 90 درجه. اذا بدي اصعبه شوي، الايد الموبيلتي عندي احسن، بمد ايدي لقدام وبسحب لورا. هذا التمرين بيحكوا له الكات كاو ستريتش، مهم جدا. بحط ركبي على الارض وايدي لقدام شوي، ما ببعد كثير عشان اعرف اعمل الحركه. بسحب بطني، بقوز ظهري على الاخر لفوق. هذا مهم جدا للسباين اللي هو العمود الفقري. بقوز ظهري على الاخر وبفتح على الاخر. التمرين اللي بعده راح نعمل فيه اكتيفيشن او نشغل عضلات البطن. راح احط رجل لورا والايد المعاكسه لقدام، فبشتغل عليهم واحده واحده. برفع ايدي على الاخر، برفع رجلي على الاخر. اذا حسيت انه البالانس عندك شوي التوازن اختل في اولها، هذا طبيعي لانه العضلات بتكون شغاله صح 100%. بعد 5 عدات او 6 عدات بشتغلوا. هلا التمرين اذا بدنا نعمله ادفانس، ما بحط اجري وايدي على الارض، برجعها بس بلمس الركبه وبرجع بفتح على الاخر. كل ما كان البطن عضلات البطن شغاله احسن، كل ما كان في عندك توازن احسن في هذا التمرين.